هذه ندوة متميزة وشجاعة. لماذا شجاعة؟ لأن تتطرق إلى واحد الشق اللي هو مهم، الشق الاجتماعي، لأن نتكلم كثيرا على الشق الاقتصادي وعلى الشق الثقافي وما إلى ذلك، ولكن هل نتطرق بما يكفي إلى الشق الاجتماعي وما أحوجنا لهذا النقطة؟ لهذا هذا المناظرة أو الفوروم دو لاكسيون سوسيال اللي إن شاء الله غادي ننظم في شهر شتنبر المقبل، فهو يتطرق إلى هذا ويتوقف في واحد الإطار، واحد المقاربة تشاركية اللي غادي يكونوا مجموعة ديال الفاعلين الاجتماعيين غادي يكونوا حاضرين في هذا المعرض بما أكثر من 400 عارض، فبما فيهم جمعيات، بما فيهم شركات مواطنة وتعمل في الحق الاجتماعي في إطار يعني الشركات، وأيضا الإدارة يعني ليزانستيتيسيون هما سيكونوا حاضرين. فكما تشوفوا بأن تركيبة ديال 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 العارضين غادي يكونوا يعني تركيبة شاملة من أجل من أجل إقامة استراتيجية، لأن الهدف أيضا في إطار أوراش عمل باش نقوموا بواحد الاستراتيجية على المدى المتوسط والبعيد من أجل التنمية الاجتماعية، وفي إطار مقاربة تشاركية يكونوا حاضرين فيها جميع الأطراف وتكون الفاعلية في العمل، لأن المراد من هذا العمل فليس العرض وفقط، لا لا لا، احنا الهدف هو نكونوا فاعلين عبر برنامج عمل، عبر توصيات، عبر برنامج عمل، ونقوموا على التوصيات وعلى برامج العمل مع في إطار مقاربة تشاركية بجميع الأطراف، وهذا هو الهدف ديالنا إن شاء الله في إطار هذا لو فوغاس. وأيضا واحد النقطة مهمة تنركز عليها هي هذه المناظرة اللي هي يعني الفوغام دو لاكسيون سوسيال، تكون مناسبة ليكون واحد كما نقول التشابكية لو نيتوركينغ، فهي مهمة بزاف باش الجمعيات يتلاقوا بيناتهم، يتبادلوا التجارب بيناتهم، ويمكن ينسقوا جمعيات ككتلة من الجمعيات في إطار واحد الهدف معين ومحور معين، فهذا مهم بزاف، وذلك كله سيكون في إطار يعني مقاربة تشاركية، وهذه المقاربة التشاركية هم أيضا يعني ما بين الجمعيات والشركة المواطنة، فإذا ما الجمعية عندها التقت في إطار هذا المعرض مع شركات فسيكون يعني سنقوم بأعمال اجتماعية في من واقتصادية أيضا، لأن راها عندها علاقة يعني وطيدة ما بيناتهم تماما، عندها علاقة وطيدة بيناتهم، ولهذا نظن بأن هذا الفوروم عنده جميع مقومات النجاح، ومن مقومات النجاح هو الدعم ديال الجسم الإعلامي، لأن تبارك الله عليكم حضرتوا بواحد الكثافة باش دعموا هذا العمل، تشكركم بزاف على هذا الدعم وعلى هذه المواكبة. حنا اليوم في هذا اللقاء الصحفي أنا أنونسي الانطلاقة ديال لو فوغاسك اللي هو لو بروميي فوروم دو لاكسيون سوسيال أو أول ملتقى ديال الأعمال الاجتماعية في المغرب. الأكيد أن المغرب حقق أشواط طويلة في العمل الاجتماعي، وحنا دائما تابعين الخطى ديال صاحب جلالة في هذا السياق، وحنا كمغاربة تربينا على العمل الاجتماعي في جورنا ومع الجيران ديالنا ومع الأسر ديالنا، إذن هذه الفرص هي فرصة أننا نبينوا العمل الاجتماعي اللي كاين في المغرب، أننا نرفعوا ونشكروا الفاعلين الاجتماعيين اللي كاينين في المغرب، وأننا من خلال هذه الفرص غادي يكون عندنا 450 مشارك في المعرض اللي غادي يكون إن شاء الله ما بين 16 و 18 شتنبر لهذ السنة، وأننا اللي يكون هناك تشابك أو نتوركينغ ما بين جمعيات، مؤسسات دولية، مؤسسات حكومية، مؤسسات منتخبة، وأيضا الدور الفعال اللي كتلعبوا الشركات المواطنة في العمل الاجتماعي في المغرب، وغتكون ايضا فرصه اننا نوقفوا وقفه اجلال واحترام وتقدير للفاعلين الجمعويين بشكل عام في المغرب. المواطن بشكل عام نقدموا له انه المواطن ما عارفش كيبغي يندمج في العمل الجمعوي، مي ما عارفش مع من. كل اللي عنده ميول رياضي، ميول ثقافي، ميول فني، ميول في التعليم، ميول الصحه، اذا هنا فرصه ان المواطن يلقى مع من يشتغل، لمن يعطي الوقت ديالو، مع من يقدر يتطوع، يعني كنظن ان توجيه المواطنين أننا نسلطوا الضوء على شنو تيقوموا به الفاعلين الجمعويين، لان هاد الناس ما عندهمش لي مويان دو كومونيكاسيون، ما عندهمش لي مويان انهم يسلطوا الضوء على الاعمال اللي تيقوموا بها، دونك هما يلا مكافين مع راسهم باش يلقاو باش يقوموا بهذيك لي زاكسيون سوسيال، ما عندهمش ان بودجي دو ماركتينغ، ونغيروا نظره المواطنين للمجتمع المدني اللي كنشكروه في هذه المناسبه. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، ايام 24 عيونكم التي لا تنام.